عم تطلع فيه؟ عم فكر. عم تفكر؟ عم توجع؟ لا عم تفكر ما عم توجع؟ لا عم فكر، صار لي فترة عم بكتب. ايه شو عم تكتب؟ ليك ما راح ادعي اني شاعر مهم وهيك، بس انه عم بكتب هيك شوية خواطر. اوف، كتبت قصيدة امبارح في لك اياها هلا. ايه هي قصيدة منا طويلة يعني. جاي عبالي غني لك موال، جاي عبالي غني لك موال هيك، واركض لعندك وناكل شقف كوكتيل. حلو. ايه حلو، مثلا اركض لعندك وانعك بالقد جبال. هلا بتكون ايه ليك انا بدي سمعك قصيده. ما بدك لك فيي لك مالي لك مالي ما نسيتها. ايه نسيتها. إيه؟ شو بعدين بتكمل لي اياها. انا بدي اقول لك قصيده. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد انجاس مناكيده. شو ايه بس هذا مش لك. ما قلت لك لالي، للمتنبي. انا قلت لك شيء بدي سمعك قصيده لالي. قلت لك بدي سمعك قصيده. سمعتك قصيده. هلا بتقارن كلامي لهالكلام الهابط اللي قلت لي اياه يعني. انه متوقع انا اكتب عن العبد يعني؟ شو انه ما انا ماني انسان عنصري يعني. انت انسان قرفتني ثقيل. خلص فيلي ضيقت لي خلق. ايه جورج. جورج تحيه لرابعه زياد. نورت نورت. كيفك زياد؟ اشرقت الانوار. انوار كيف صحتك؟ تمام. بس الا الشعر يعني، فيك تتعدى على كل شيء الا على الشعر. هيك قمع بدنا نضلنا. ايه قمع مثل العاده. انه جورج وهشل يعني، ما بدي اياك تهشل. لا سوا نستقبل ضيفتنا اللي بالوقت اللي كان المليون هو رقم اسطوري، باعت احدى اغنياتها مليون نسخه ودخلت على ملايين القلوب، اسمها وحده بيكفي تنقول اه، غنت لكل الدول العربيه، فاحترنا للحظه شو هي جنسيتها، يمكن بيكفيها انه تحمل جنسيه فنانه، وبيكفينا الليله انه تشرفنا بحضورها، بستقبل الفنان القديره والكبير الست هيام يونس. هلا. يا اهلا يا اهلا ست هيام، كيفك؟ منوره. منديلك يا عيني الروح يا غالي يا رفيق الروح، اظهر بعيني لا تروح لا تنساني بغيابك. فنانه من الزمن الجميل، غنت لكل الدول العربيه وصارت اغانيها اشهر من نار على علم. رقيقه، مثقفه، عاشقه للفن، اعتزلت الأضواء ولكن نداء الجمهور اللي بحبها أقنع بالعودة. هيام يونس اليوم رجعة بألبوم جديد، فهل جديدة بحكي القديم أم بقدم الجديد بروح الفن الأصيل؟ سيدتي الجميلة، أهلا يعني وسهلا فيك، نورتينا الليلة. تسلمي حقيقة للأمانة ست رابعة، يعني للي بيحضروك وما شافوك طالبين مني بس هيك خبرهم عن الست رابعة. رح أقول لهم قول الشاعر فيك وبدون مجاملة، والله هي الحقيقة. الوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود ضدان، ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. الله. هيدا شعر. هيدا شعر مثل اللي قلته حضرتك زياد، مثل اللي قاله جورج. شكرا لك، هيدا الجمال من روحك من جوا ومن قلبك واللي على وجهك. ويخلينا اياكي حقيقة. جمال خارجي وداخلي. وبالحقيقة لقبك نعم الراحل عبد الوهاب. نعم. بصاحبة أخطر إحساس. صحيح. إحساسك نعم. خطير على مين وعلى شو؟ إحساسي بالغناء بالأداء ست رابعة، يعني لكأني قطعة مما يغنى. منشوف سوا هالفيديو أنا وياكي والمشاهدين، نسترجع هيك تاريخ ست هيام يونس الحافل والمشرف، ومنحكي عن شيء أخطر من هيك بعد شوي. يلا. إن شاء الله. أوكي. أنا القصة علي. علي أنت علي يا علي بتاع الزيت. لا وأنت السادة أدوكها جوز خالتي. نعم حطوش لي قافية. طب اتفضل اتفضل. فعلمنا بنا المجد حتى سدنا سمرة الأرض باغتصابا، وما نيل المطالب.
خد ابواب الناس كده وفي الاخر دق ابوابي تتذكر ابواب الناس قلبك ينسى كل الناس تتذكر ابواب الناس قلبك ينسى كل الناس وما بيسأل احبابي دقيت بواب الناس كلها وكل القلوب هيك انفتحت لك ستيان يخلي لي هالقلوب شفنا ببداياتك هيك انت وصغيره شو حسيتي لما او شو بتحسي لما تشوفي حالك انت وصغيره عم بتغني طبعا هلا اكيد اول ما كان الاتصال باني اكون ضيفي وهذا شيء جدا جدا اسعدني سبحان الله بين تاريخين تاريخ 98 كنت شوي يعني مرتاحة يعني ما كان عندي نشاط فني دايم الأستاذ يطول عمره شاعرنا الملهم الأستاذ زاهي وهبي كنت أنا الحلقة الرابعة يعني بعد ست صباح ونور الهدى نعم ونجاح سلام وسعد الله والنوس نعم فكانت هالطلة مع الأستاذ زاهي يعني مثل ما بيقولوا رجعتني هي كانت الكامباك العودة صحيح بعد هي كانت العودة نعم بس هلا أنت عدتي كمان وهلا هي الاستمرارية المحببة الاستمرارية الحلوة اللي جدا جدا أسعدتني إني طل كمان من خلال شريكة حياتي الأستاذ زاهي أنا بوجه له أصفى تحية وهو بوجه لك كل تحياته الله يخليك آخر كليب لإلك نعم. إن شاء الله بتتهنى إن شاء الله بتتهنى إن شاء الله نعم. دايما بتتهنى كلمات منير أبو عساف وألحان الأستاذ زاهي شامبولوس يعني هيدي لكل فرحة بالحياة مش بس الزواج راضي عن التجربة راضي عن العمل بشكل عام الحمد لله بس كمان يعني حبي إن شاء الله كمان الجمهور يكون راضي عليا لأن كانت انشغل علي يعني كثير تعبنا عليها حتى تعطي تكون بالمستوى الحلو وترضي كل الفريقين شفناكي بفيديو هلا بنسمع انا وياك والمشاهدين وزياد نعم. هالاغنيه يلا نحن اليوم بعصر تجديد الأغنية طبعا أكيد جدد أغاني لست صباح لسلوى الأطريب الغنية اللي سمعناها ست وردة الله يرحمها كمان جدد أغاني عديدة لكثير من الفنانين أنت مع عيد الظاهرة؟ أنا بالألبوم الحالي حاليا يعني إن شاء الله قريبا بتشوفوه وبتسمعوه في عدة أغاني مجددتها مجددة أغانيكي أغانينا. بس إحنا بنعرفك إنه كتير كريمة بس أحيانا بتبخلي تعطي لفنانين أغانيكي أو تقبلي أو تسمحي إنه يجددوا لك أغانيكي حتى لو كان يعني البدل أو المقابل مقابل هالشي مبلغ مادي ضخم اللي نعرض وهيدا هكذا. حصل هيدا نعم هذا حصل طبعا نعم ليه رفضتي؟ شوف الست رابعة اللي أنا عزيزي على قلبي بعدين هذه أول لحن لإلي أستاذ زياد أي أغنية؟ أبواب الناس كلها أول لحن لإلي مش ما جدد ما غناها؟ ولا سمحتيله بردون هو طلب إنه يغنيها بحفلي بالأردن بحفله بالاردن فقط بس وطبعا ما منعت انه يغنيها بحفله ست ايام لو خبينا قرشنا الابيض ليومنا الاسود ايوه هل اليوم هالايام فينا نقول على ايام يونس هي ايام بيضة ام سوداء بالنسبه للايام اللي كان لازم نخبي فيها من الناحيه الماديه ما كان في مجال لانه مصاريفنا كثير بعدين يعني بمعنى ولا بكل محبه عيال برقبتنا وكانت الاجور غير اجور هلا يا ست رابعه يعني هلا غير شيء ارقام خياليه صحيح هلأ. صحيح مشان هيك الحمد لله عشنا مستورين وبكل صدق بحكي يمكن عن نفسي شخصيا ما فيش غنى فاحش لا الحمد لله مستورين يعني كتر خير الله طب هيدا ماديا هيدا فنيا فنيا بشكر خير الله هالايام شو 600 اغنيه لا تزال بمعظم الاذاعات العربيه
كل الإذاعات العربية بت بت بتذيع والشعب العربي كله من المحيط الخليج غنيت له يا ست رابع. أنا غنيت صحيح غنيت التراث العربي كله غنيت لكل الشعوب العربية. كرمال هيك لقبت بجامعة الدول الفنية بالإضافة طبعا للألقاب العديدة المطربة المثقفة ومطربة الشرق وغيره وغيره من الألقاب. إذا هلأ كنت حضرتك ست هيام يونس اليوم رئيسة جامعة الدول الفنية شو نعم. القرار اللي بتاخديه؟ الرجوع إلى الجذور والأصالة والفن والفن الحقيقي طبعا الفن الحقيقي اللي نحن نشأنا عليه. كم في حدا بيسقط بهيدي الجامعة هلأ كتارة بس بيضل الأمل كبير أستاذ زياد. كلنا بنعرف أنه فينا نقول بعد الحمد لله بعد الدنيا بألف خير بس مثل ما تفضلتي وقلتي نرجع ان نرجع بحزم ايه وبإرادي هيك وبانه لازم نرجع للفن وهجه واصالته. طبعا بما انه غنيتي لمعظم كل الدول العربيه ما حنقدر الليل نغني لكل الدول العربيه نغني لبعض الدول العربيه ابرز الدول العربيه كل الدول فعلا مثلا موريتانيا غنيتي لموريتانيا بنبلش بالسعوديه بنبلش بالسعوديه طبعا تعلق قلبي طيفلة عربية تعلق قلبي طيفلة عربية تنعم بالدباج والحل والحلل تنعم بالدباج والحل والحلل تنعم بالدباج والحل والحلى علق قلبي طيفلة عربية تعلق قلبي طيفلة عربية تنعم بالدباج والحل والحلى تنعم بالدباج والحل والحلى والحلى طبعا هيدي من السعودية الله يبارك بها الأنامل المسيحية يا رب طبعا تحية الفرقة الموسيقية لكل أكيد. أفراد الفرقة الموسيقية طبعا إلى تونس تحية والله الله يا بابا وسلام عليه يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليه يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا والله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله 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 يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا حلو عليكم إلى اليمن تحية غنائية دانا دانا داني دانا دانا دا داني دانا دانا دا دا داني دانا علشانا علشانا يا ليلى دا دا داني دانا دانا دا داني دانا دانا دا دا داني دانا علشانا 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 ومن أجل حياتي كل هذه أنا راضي بعمري لي علشانا علشانا إلى الأردن تحية إلى الأردن وكجدي له يمي الجداي لجدي لي وراحي وتهني وخلي لجدي لي جدي له يمي الجداي لجدي لي ومرحي وتهني وخلي لجديلي والله يا حلو مهما جديلي بتضل المحبوب وما عنك غنى حلو 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 واخيرا الى لبنان كراجع يا عز حبابي غني الحب من كتابي وراجع يا عز حبابي غني الحب من كتابي من غبنا من قال بعد غنانينا عالبال من غبنا من قال بعد غنانينا عالبال وبعده بحن الموال غنانينا وبعده بحن الموال حلو حلو ست هيام يعني
عن جد مكرمتينا بهالجلسة يا حياتي. وقبل ما نستقبل ضيفنا اللي غالي كتير على قلبنا واللي عن جد اشتقنا له نحن والمشاهدين، بدي اياك تطلعي بالكاميرا وتختاري شخصية، تقولي مين هي هالشخصية وتسأليها سؤال محدد. وشو هو السؤال وبأي دولة عربية مثل ما بدك. معلش في مجال اختار حدا يعني صار بعالم البقاء بدون البقاء اللي بدك اياه. اذا بتسمحوا لي انتم كل اهلي اللي عم تشوفوني واللي معي هون بالاستوديو، اختار شخصيه فنيه حقيقه الحمد لله كان لها يعني شأن كبير بعالم الغناء والتمثيل، ولكن حقيقه ما اخذت حقها، هي شقيقتي المرحومه نزهة يونس. تحية إلى روح المرحومة نزهة يونس تسلمي. اللي كلنا منعرفها ومنقدرها، ولكن للأسف ما أخذت حقها من التقدير مثل كثير من المبدعين، خاصة لأنه العرب. لما توفت شو بدك تقولي لها؟ ما كان في بعد كل هالوسائل الإعلام، لو كانت هلأ عم تسمعك بدي إلا نزوها حبيبتي، أنت إلك الفضل الكبير إنك علمتيني، ساهمتي في إني أنا أخذ قسط وافر من العلم، ودائما حبيتي اني يكون انساني تشوفي حالك فيها، وهالشيء هذا وهالمبدا هذا انك تشوفي حالك فيني فيي انا عم بحاول ان شاء الله الله يوفقني. شكرا لك على هالكلمات هيك العاطفيه والمؤثره يا يونس. هلا ما نرجع للفرح، لانه فعلا الشخص اللي بدنا نستضيفه هو بيع للفرح يا حياتي، وهو متميز ببيع الفرح والجمال. هيدا اذا بدنا ناخذ شيء من اسمه طبعا، ولانه بيقولوا الغايب عذره معه، ما بعرف قد ايه الجمهور والنجوميه بتعذر الفنان اذا غاب. هلا بنسال الفنان المتميز مايز البياع. هلا والله زميل، يسعد لي مساك استاذ مايز. اهلا. لو تعرف يا عمري بغيابك شو صار لي. بعد ما بنى شهرة عربية حسدوه علي كتار، وبعد ما كان نجم الافراح والليالي الملاح بدون منازع، غيب صاحب بكامل ورد وعسل بشهده عن الساحة الفنية لاسباب لم يعلن عنها لغاية اليوم. مايز البياع صاحب الصوت الدافي والحضور المحبب أعلن عودته إلى الساحة الفنية، فهل هالعودة رح تعوض فراغ الغياب؟ وشو رح يقول الليل البياع لمحبينه عبر جلسة رابعة؟ مايز البياع أهلا وسهلا فيك، نورتنا. يا هلا فيك، أكيد الحلقة منورة بوجودك، وجود ست ايام وجود تسلم الجميع. استاذ مايز وجودك انت كمان. مبروك البومك الجديد، مبروك العوده بالبومك الجديد، اعزك والله نحن بنعزك يا عمي، ليه بتغيب عنا وجمهورك بعزك؟ حرام عليك. ما عندي شك، بس ولكن عاده في ظروف تبقى اقوى من الانسان، بتجبرك بشكل او باخر، يا اما اذا بدك من العاصفه تطلط شوي بالمعنى الدارج، يا اما واحد اذا بدك يمتص الصدمات ومن ثم يعاود الانطلاق، لان الحياه لا تنتهي بموت طبعاً ولا تبدا بولاده. طبعا. مايز البياع، كيف قدرت تترك الساحه الفنيه بالوقت اللي كنت حضرتك ملك او احد مالكي هذه الساحه؟ بس انا ما تركتها الصراحه، بس لانه الظروف اللي سأبت تركتك هي؟ لا لا، الظروف صراحه الظروف قلت لك اللي انا مرقت فيها، منها ظروف عائليه وظروف شخصيه كثير، هي اللي اجبرتني انا اتراجع عن طرح اي عمل غنائي وعن ظهور اي مقابله تلفزيونيه. كانت هالقد هالظروف اقوى من نجوميتك ومن فنك اللي اقوى كثير، لانه كان فيها شق مادي كثير وشق شخصي، عرفتي؟ هل فضلت عالم المال والاعمال على عالم الاضواء والشهره؟ لا بس ولكن والفن؟ انا فت شوي بعالم المال، كانت يعني اذا بدك ال يعني العائدات او الفكر اللي حطاني بالاول كان سلبي جدا. اخطات بحق نفسك مايز البياع؟ بالنتيجه كله مكتوب على الجبين، بدها تشوف العين، بس تجربه جربتها، بس بالنتيجه طلعت منها اقوى، والدليل على ذلك اليوم البوم اعزك بين ايدينا، ورجعنا الحمد لله بانتاج خاص مني انا. اضافه انه رغم الـ4 سنوات الـ5 سنوات اللي انا غبتهم، رغم وجود اصوات كثير بحترمها وبقدرها، ما حدا قدر اخذ محلي. برأيك هيك؟ طبعاً طبعاً طبعاً،
ولا حدا ما حدا قدر ياخذ محلك. في كثير نجوم اليوم على الساحه طبعا، بس كل واحد بمكانه طبعا، بس ما حدا بيشبهني ولا باي شيء. طب اليوم رجعت بالبوم كامل بانتاجك الخاص، وصل مثل ما لازم، يعني كانت هالعوده على قد هالغياب؟ هلا العوده طبعا اذا بدك، لا انا عم بسالك لانه صدر الالبوم بس ما كسر الدنيا. صكي لا تقتصر انه على طرح الالبوم، اكيد في عندنا فيديوهات جديده بتنزل. انا ان شاء الله الاربعاء هلا حصور اول فيديو كليب، الفيديو الثاني حيتصور كمان بالكويت بعد اسبوعين مع شركه ميرور للانتاج، والفيديو الثالث كمان حيتصور بالكويت، فاكيد الامور بمتابعه. بس ولكن الفتره اللي غبت فيها والفتره اللي رجعت فيها على الفن اختلفت اذا بدك طريقه التعامل. هيدا الصراحه اللي فاجئني، انه بدل ما كانت الاذاعه تيجي تاخذوا الالبوم بكل محبه وتبسوا، صارت الاذاعه لا بتقول لك قبل ما ياخذوا الالبوم فبدك تعطيني كميه من المصاري لحتى اعمل متر كاش، فانا هيدي رفضتها. رفضتها لدرجه انك زرت احدى الاذاعات كرمال، مش احدى، كلها، كل الاذاعات، كل طلبوا الإذاعات منك فلوس مقابل انه ينزلوا لك الاغنيه، قلت لهم كل عام وانتم بخير انا طفران، صح؟ كان هيدا الجواب؟ كل عام وانتم بخير انا طفران. انا طفران، صح؟ لا هو انا قلت له كل عام وانتم بخير بس ما قلت له انا طفران. هن بهروها شوي لكن ما بحبوا يبهروا، ما مشكلة. على كل حال انا بس بدي اقول شغله، انه هيدا الالبوم طبعا وصلني مش هيك السي دي من شي 5 اشهر، حطيته بالسياره سمعته فوق 6-7 مرات وبهنيك من قلبي لانه البوم كثير حلو، لازم ياخذ الصدى المطلوب لانك تستحق. يطول عمرك كثير، يعني هيدا بقوله بكل هيك بكل ثقه بقوله هالكلام. كثير بعتز برايك وبشرفني. الله يخليك. بدي اسالك اسئله قصيره والجواب طبعا يكون قصير وسريع ومباشر. سمي نجم بتعتبره اليوم ملك الساحه. اسرع اسرع بعطيه سكور لوائل. وائل كفوري. اوكي، نجم بتقول له برافو بتستاهل. وائل جسار. حكمة بترددها. من صبر نال ومن لج كفر، إن الله مع الصبر. إن الله مع الصابرين طبعا. امرأة تعتبرها الأجمل. والدتي رابعة. الوالدة يعني الله يرحمها. صاروا اثنين. الوالدة وست رابعة، ما هي الله يخليكي بحضورك يا ست هيام، ما في جمال. بنسمع شيء سوا ولا لوحدك؟ كيف؟ وحدك سوا شو عبالك؟ شو عبالك؟ يلا أنا وست أيام. Yeah.
لا يكفني لا أغني وأغني وأغني وأوري الخلايق فني الإنس يقول للجن والرايح يقول للجاي المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفي المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفي والدم كبد مجروح تحت لو تعرف يا عمري بغيابك شو صار لي ما رجعت حياتي غير لما رجعت تغير حالي كله كل دموعي فلو حتى همومي قلو مدري شو عملت لي حبك رد لي الروح وحياتي أنا وعدت روح كرمالك بجرح قلبي ولا مرة شوفك مجروح حبك رد لي الروح وحياتي أنا وعدت روح كرمالك بجرح قلبي ولا مرة شوفك مجروح حبك رد لي الروح وحياتي أنا وعدت روح كرمالك بجرح قلبي ولا مرة شوفك مجروح ولا مرة شوفك مجروح سلم ميز البياع يعني أنا حسيت إنه ألحان وكلمات سليم عساف طلعوا مظبوط مظبوط وتوزيع ناصر الأسعد انا بدي اتقن عينيه هلا حسيت انه كلمات ايه حسيت لانه في روح معينه في روح معينه بيطبع بيطبع طيب ليه زعلان هو ليه زعلان طيب سمعت بس ما قريت بعدين انت ليه زعلان نغرت انت هيك انه هلا صرت بديك تقدمي برامج صرت بديك تفهمي بالموسيقى لا وبالشعر وبالمغرب حلو زياد لا لا زياد اليوم ما بعرف شو صاير له هجم بيلبق له والله بالبال انا بدي احيي المايسترو جهاد زعيتر شكرا لك استاذ جهاد على رفقتك الحلوه حضرتك فنان كثير كبير ومحترم بدي احيي الشباب فردا فردا باستثناء زياد سحاب كنا عم نحكي عن الاذاعه والاغاني بالاذاعه
والتلفزيونات والإعلام. رح نستقبل إذاعية وتلفزيونية نجمة بالمحلين، بتأسرنا وبتشدنا لصوتها ولحضورها وشكلها لما تطل. نحتار وين بدنا نلحقها. سوا منستقبل الإعلامية ليليان ناعسي. هادي ورصيني وعلى موجات الإعلامية الخاصة بتحمل للمشاهد يومياً أخبار حلوة ومفيدة بعيون بيروت، وجديدة على موجة البلد صبحية غير شكل للمستمعين، وبين الراديو والتلفزيون ألف حكاية وحكاية بتخبرنا عنهم ليليان الليلي. أهلا وسهلا فيك يا ليليان، مبروك إطلالتك الجديدة عبر أثير صوت البلد. ميرسي بلك بعمرك يعني، وأنا مبسوطة كتير بهالجمعة الحلوة مع ست أيام مع أستاذ ميز ومعك رابعة. بس بدي أخذ هيك بالتار ورحب بزياد ولا انتصر زياد. هلأ بياخذوا لي حق أستاذ ميز وست أيام. قدي بدها تكون ليليان المغريات كتيرة لحتى توعي من وجه الصبح أو قبل الضوء وتروحي تقدمي برنامج إذاعي؟ حبيت السؤال. أكيد مغريات كثيرة، وإلا ما في شيء بيوعيني يعني. هيدي تنبلش مغريات المعنوية أم المادية؟ على الجهتين يعني. إذا حتى لاحظوا يلي عم بيتابعوا قدام كاسفين الإعلانات، إن كان على صفحات الجرايد وإن كان على هوى البلد، واهتمام بكل الجروب يلي تابع لإلهم، أكيد هيدا اهتمام معنوي كتير كبير وفي تقدير مادي، فهيدا بيحمسني. صرت هيك أفكر أحسب عندي بيبي صغير بدي أوعى بكرة تيروح على المدرسة، هلأ عندي بيبي اسمه البرنامج. ليليان كافيين، ما بين كافيين على إذاعة ميرودي وصباح البلد على إذاعة البلد، تغيرت موجة البث، هل تغيرت موجة التعامل مع ليليان ناعسي؟ لا مشابه، بس الفرق انه البلد عندهم جروب في مجلات وجرايد يعني قادرين يسوقوا لحالهم اكثر من ميلودي. هيدا اللي خليك تغيري؟ لا طبعا مش هيدا، انا ما كنت هلا بميلودي ونقلت، انا بس كنت ميلودي بالبيت. اذاعه وجهت قويه وموجوده، وصوت البلد هي اذاعه جديده عم تبلش يعني، هيدا التحدي وموعودين اكبر. اي اكيد تحدي اكبر انه يختاروني، عرفتي، تيقلعوا تقليعه كبيره. وانا يعني عندي كان تنقلات بالاذاعات، حتى برمضان كان عندي على صوت النجوم صحيح اطلالي، وكان كمان استاذ ميز من نجومنا، فمش اول مره يعني بطل على اذاعه. وانا ما كنت يعني عم بنقول هلا من محل لمحل، انا كنت مش عم بشتغل باذاعه وعرضوا علي. تنقلك ما بين الاذاعات اكثر بكثير واسرع من تنقلك بالتلفزيون، التلفزيون ثابته يعني. هل قد عيون بيروت مليلك عيونك؟ اكيد يسلموا لي عيون بيروت، شو حلوين. اكيد كلنا فيه بكفي عيون بيروت، مبسوطين ومرتاحين. نحن جروب عائله وحده، صاروا حتى المشاهدين وكل الناس بيعرفوا بلقاءاتنا، مرتاحين من كل النواحي، كمان عم نرجع ماديا ومعنويا وحتى الجو كتير حلو، فبنقول الحمد لله. لدرجه انه عينك ما ممكن تزيغ على ولا محطه ثانيه. مش قصه ما ممكن، ما في انسان ما ممكن، بس اذا هو مرتاح بقيس الاشياء قد ايه بتستاهل يعمل خطوه. اي متى بصير ممكن؟ هلا ما مفكره، مرتاحه. اذا حدا عم يسمع يعني وفكر لا 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 يقدم شيء، عرض فكره برنامج معينه، مبلغ محدد. اكيد كل حدا منا يعني مرق معه هيك عروض بتغري شوي، بس ما فيها استمراريه، في برنامج وبعدين بتصير قاعده بالبيت وناطره شو التالي. فنحن لقلنا بنلاقي استمراريه كثير حلوه ان شاء الله. بتضلك مستمره وتنورينا انت والصبايا. مرسي. من عيون بيروت. اجريتي حوارات عديده ليليان مع شخصيات كثير كبيره ومهمه بالعالم العربي. اسئله سريعه باقي ببالي من ورده رائعه وضعانة. بندم اني ما سالت زياد الرحباني عن ليه ما بيطلع بالمقابلات، ما سالته وقتها هيك. اوكي. فاجاتني شريهان ب تواضعها وهضامتها. اوكي. كنت بدك تقول شيء رفعت بدي ايدك فيك تقول. ذكرتني بشغلي عم صور، كنت بالام تي في من 8 سنين واللي قدمت برنامج الست ميري مزرعاني، وقد منا محمسه وجمهور لايف وكله لايف شيء، يلا على الباب ستاند باي، بس اقول اسمك تطلع. هلا انا وياك نسوي مستقبل مازع البلاع. مازع البلاع
انت الان بتبلع الجو. يا عيني عليك. مكملين قبل ما نستقبل ضيفنا. بدنا نكفي جولتنا العربيه طبعا. ما حنلحق نقدم تحيه لكل الدول العربيه، بس بدي منك تحيتين. موريتانيا رح اكسر لك كلمتك. السودان. السودان نعم. والكويت. لا تحية لا كلام، لا رسالة لا سلام، الغربة مرة يا حبيبي، والهجر والله حرام، والهجر والله حرام. لا تحية لا كلام. الكويت. هالجلسة الحلوة وهالسهرة الحلوة، وبعدها نسمع كتير ونسمع المشاهدين كتير بكل العالم العربي. ليلي رح يستمتعوا بهالسهرة الجميلة إن شاء الله. بقولوا المثل بيقول بعيد عن العين بعيد عن القلب. بس ضيفنا صحيح أنه بعد عن عيوننا، ولكن بعده موجود بقلوب كتار. سوا منستقبل جوليانو حبيب. من الممكن أنه يكون اسمه جديد على مسامع كتار من المشاهدين، لكن جوليانو عرفوا الجمهور باستوديو الفن 88 حيث نال الميدالية الذهبية. جوليانو حبيب مهندس الديكار والرسام التشكيلي بطل بعد غيبة طويلة عن الشاشة، فأي أسرار وأخبار وأعمال رح يحكي عنا الليلة؟ جوليانو حبيب اهلا وسهلا فيك. اول ما قعدت قلت لك ليليان سي ويلكم باك. جوليانو حبيب غبت ام غيبت عن الساحه الفنيه؟ اثنين سوا. بالبدايه غيبت. وين غيبت؟ بليبيا؟ لا بالجزائر. لا حقيقه غيبت. شوي صغيره وما بحمل. نو لا ما بحمل المسؤوليه لحدا انا، لان ما بتطلع لورا بتطلع لقدام على طول. مين غيبني؟ ما بحب احكي مين غيبني. جوليانو حبيب. نعم. لما قدمت باستوديو الفن نلت الميداليه الذهبيه بامتياز. نعم بامتياز. وكانت الاشادات بصوتك يعني من كل حدب وصوب اذا صح التعبير. فجاه واذ جوليانو حبيب يختفي تماما عن الساحه الفنيه. انا ظاهر من بيت منه من عائله فنيه، يعني انه اهلي بالنتيجه انه او بدي اعمل او مهندس او حكيم او طيارجي، انه ما في موسيقى ما في عود ما في شغل على الفن ما في تركيز ابدا. يعني كل اللي اشتغلته بحياتي انا بعتبر حالي لغايه هلا انه صرت موسيقي واشتغلت على حالي كله انا. يعني ما كان في تشجيع من الاهل ابدا الا على العلم. بعدك على على علاقه مع استاذ سيمو اسمر؟ مساجات بالتليفونات يعني اذا كان بالمستشفى او اذا بدك كمان فايبر. كنت رح تكون هلا محل وائل كفوري؟ انا بحس انه الدنيا كبيره وسيعه كل الناس. نعم. يعني اذا بدنا نعتبر انه وائل كفوري انه فنان كبير بدي الجواب اللي طالع من قلبك. مزبوط مزبوط. لا عم بعرفك صادق رح بجاوبك.
أنا بعتبر إنه وائل كفوري فنان كبير وكل الناس حبته وعنده نجومية كتير كبيرة. كمان في نجوم قعدوا بالبيت، يعني ما تخليني جاوب أكثر منك. كمان جوليانو حبيب أنت فنان تشكيلي مش بس يعني كمان الفن التشكيلي، في تشكيلي همك ونشكمه. شو بتحب بقية وأنا بتلاقي فنان تشكيلي همك يعني. لوحة أم أغنية؟ أسئلة سريعة. امرأة بتعجبك تهديها لوحة أم أغنية؟ لوحة. سيدة عجبتك بنتها؟ بهديها كل شيء. لبنتها ولا لإلها؟ لاثنين سوا مش كيف الواحد بيوصل. سيدة ما بتعرف شيء عنك؟ موسيقى بهديها. اوكي جوليانو، بما انه بتهديها لحن نحن حابين نسمع الاغنيه، بس بعد ما نستقبل ضيفتنا، ضيفتنا منا غريبه عنك ست ايام، ولكن الغريب انه على الرغم من موهبتها المتميزه بعد ما اخذت حقها الكافي من النجوميه. سوا بنستقبل نادين باروكي. نادين الباروكي خريجة كونسيرفاتوار بدرجة ممتازة، مدربة وقائدة كورال بقصر اليونسكو، وصوتها الجميل بيحكي عنها. نادين الليلة بتحكي عن التحديات والنشاطات والأحلام بعالم الفن الواسع. نادين باروكي أهلا وسهلا فيك. نادين، شهادات موسيقية، إشادات بصوتك، ولكن هيدا الشيء ما خليك توصلي إلى النجومية المنشودة، شو السبب؟ كنت عم بتعلم، تعلمت 13 سنة بالكونسيرفاتوار. هلأ يعني في كمان مايسترو وليد أبو سرحال صديقي عم بيساعدني كتير لهيدا الموضوع. بس أسس أوركسترا لبنان السلام، يعني حب إنه نادين باروكي هي تكون السوليست الأساسية بالأوركسترا. وكيف تعرفت وكيف تعرفت كيف تعرفتي على ست هيام يونس؟ ست هيام تعرفت عليها بالصدفة. ايه؟ كان في شاب أورجانيست صديقنا عم نعزف بنشتغل سوا بحفلة بكفر بعال. في هون كمان بدي وجه تحية ما بقدر إلا للست عايدة شلهوب زيادة، وأنا كمان كلنا، اللي هي استاذتي وبفتخر أقول إنها استاذتي. فهي اللي إذا بدك دعتني لكفر بعال وتعرفت على الأورجانيست اللي جارة لست هيام كارلو حنا، كمان بدنا نوجه له تحية. نوجه له تحية طبعا، لأنه له الشكر لنكون هون سوا معك. على كل حال موفقة ورح نسمعك الليلة نادين. أسئلة سريعة من نجوم اليوم، بختار. بختار فنانة طاقاتها الصوتية أكبر من أغنياتها. يارا. أوكي. بنوجه لها تحية كمان هيك. طبعا. بنوجه تحية طبعا. فنانة ذكاء الفني أكبر من طاقاتها. ذكاء الفني. هيفا وهبة. أوكي. فنانة جمالها أهم بكثير من أغنياتها. أنا. كمان هيفا وهبة. كمان طلع يعني صوتين هيفا وهبة. رح نسمعك بعد شوي نديم، برجع لعند حضرتك بما أنك أهديت لحن، نحن بدك تهدينا هلا أغنية كلنا سمع لك جوليان. وقف وقف مثل ما بدك. إذا حبيت. لا خليك. وبيعملوا جلسات أهل الحي، قال لازم شد حالي شوي، وبيعملوا جلسات أهل الحي، قال لازم شد حالي شوي. قلت لهم يلي في بإيده مي، مش
مش متل يلي في بإيده نار. يا ريت يا ريت قلبي يحملوش يوم كنتوا علي ما تحطوا اللوم. يا ريت قلبي بضل اتخاصم انا واللوم وبغيابها ما بنام ليل نهار. غايبي وبالفكر موجودي عودي كفانا تفرقة عودي. يا غايبي وبالفكر موجودي عودي كفانا عودي كفانا تفرقة عودي. بيكرجوا الدمعات عخدودي بيكرجوا اسمك عبالي طار كل ما اسمك عبالي طار كل ما اسمك عبالي. يا غالي اكذب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك أنسى أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك أنسى أكذب عليك. ما لقيت قلت لقيت اختار لي بر وأنا أرسى عليك. حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي. انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي. قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي.
أغلى من نور عيني والله وغالينا وانتو حياتي وروحي انتو بقلوبنا شايلينكم بعينينا شايلينكم بعينينا والله 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 وغالينا علينا وأغلى من نور عينينا والله وغالينا شايلينكم بعينينا شايلينكم بعينينا والله 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 يا سلام يا سلام يا سلام على رفع يا سلام سلام على الحب عسل بشهد وعسل واللي يدق طعمه عسل عسل يا ليليان عسل واللي يدق طعمه عسل يا سلام يا سلام يا سلام حبيبي حبيبي يا ناس ده حبيبي غير كل الناس حبيبي حبيبي يا ناس ده حبيبي غير كل الناس بالحب لا قبل ولا بعد يا سلام عسل بشهد بالحب لا قبل ولا بعد يا سلام عسل بشهد يا سلام آه يا سلام يا سلام على الحب عسل 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 بشهد بكام الورد يا معلم بكام الفل يا معلم بكام الورد يا معلم بكام الفل يا معلم وده لونه ابيض يا معلم وده لونه احمر يا معلم وده لونه ابيض يا معلم وده لونه احمر يا معلم وده وده على الخد بيعلم صباح الورد صباح الفل صباحك ورد صباح الفل بكام الورد يا معلم بكام الورد يا معلم بكام الفل يا معلم وده لونه ابيض وده لونه احمر يا معلم وده لونه ابيض يا معلم وده لونه احمر يا معلم وده وده على الخد بيعلم صباح الورد صباح الفل صباح الورد صباح الفل بكام الورد يا معلم وانا ليا مخاصمني 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 وزعلان ويايا عايز ابعت له كلايا خلي شفايفه تتبسم عايز ابعت له كلايا خلي شفايفه تتبسم ريحني وقول لي يا معلم بكام الورد يا معلم ريحني بكام الورد يا علي تسلم تسلم من هالفرح والجمال رح ننتقل هلا لفقره اسمها الصندوق الاسود بدنا مسيو جوليانو يتفضل لعنا ما تتطلع ما تزعبي شكرا
بدي ثلاث كروتي لو سمحت. ثلاث مع بعضهم؟ لا فيك كارت ورا كارت. اوكي. ميرسي. واحد. اثنين. شكلك عارف انت مين. ثلاثة. شكرا. تفضل ارتاح. لا خلص تفضل بحالك. لا حتى عني. انا اوكي شكرا كثير. ميرسي جوليانو. عادة بنسأل ضيوفنا ثلاث أسئلة. ثلاث أشخاص رح ينسألوا، الشخصين رح يزمطوا من السؤال. إذا بدي لمح للأسئلة، ست أيام عن الوفاء. 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 أستاذ مايز عن القدر والنصيب. نعم. ليليان ناعسة عن الطموح. جوليانو حبيب ظلم ذوي القربة. نادين باروكي عن السقوط والنجاح. نعم. أوكي؟ قلنا ثلاثة رح ينسألوا واثنين رح يزمطوا من السؤال. مين برأيكم أول سؤال رح ينسأل لمين؟ لليليان. شو ليليان؟ جاهزة؟ زلقلي. جاهزة؟ بس لا بعد شوي. حضرة حالك؟ لا. لكن لازم لست أيام. هيك بنقول التوقعات. لا بدي أسألك لألي. لا مضبوط جاهزة. أوكي. ليليان. بتقولي إنه اللي بيطلع كتير لفوق توجع رقبته. لوين لازم الواحد يطلع؟ يعني قدامه شوية طلوع، بس إذا كتير يعني ما في ضاين أصلاً. هيدا مش حد من الطموح؟ لا طموح طبعاً. إنسان حدوده السما. لا ما بيقعد يقشع شو فيه على الأرض، بصير يروح محل تاني غلط، بده يقشع قدامه ويعلي شوي. ما إذا صاحبته ساكنة بآخر طابق برج المرة يعني. بنقي وحدة ساكنة أوطش. السؤال الثاني هو لا جوليانو حبيب. لا مش لإلك. السؤال الثاني هو لمايز البياع. مايز البياع، لو رجع فيك الزمن لورا، شو اللي كنت ما عملته لتحافظ على استمراريتك في النجومية؟ لا صراحة كان في شيء أنا كنت لازم أعمله، هو تقريباً إذا بدك تخطيط والإدارة. حلو. ما كانت موجودة عندي. حلو. أوكي. السؤال الثالث هو لآخر حدا فيكم، مين بتعتقدوا؟ مين 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 مين؟ هيام يونس أكيد. السؤال لإلك. تفضلي. غنيتي بهالحلقة لأكثر من 9 دول عربية. نعم. غنيتي بحياتك الفنية لكل الدول العربية. نعم. وين الدول العربية من رد الجميل لهيام يونس؟ اليوم. نعم اليوم طبعا. بلادي بكل صراحة. بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن جاروا علي كرامه، ولكن مع كون انه الوطن العربي بشكر الله كثير انه بال 12 سنه الاخيره كرمني بلد بلد وطن وطن. طبعا يعني التكريم اللي بيعتبره الفنان انه كلمه نحن بنحبك نحن بنقدرك، هيك انا قصدت التكريم يعني. بس بتغيبي احيانا عن مهرجانات مهمه، غبتي عن مهرجان الاغنيه اللبنانيه بقطر. صحيح صحيح. بقول ومع ذلك بقول أتحدى البعد يباعدنا، فلقاء الروح بإمكاني، أتحدى الهجرة يفرقنا، فأنا إخلاص وتفاني. الله. عندك عتب بسيط؟ ما فيش عتب محب. عتب بس شو حلو الواحد يسأل شخص يجاوبه شعر. زياد شعر. مش مثلك قبل شوي الأجوبة الثانية شعر. ما كل ما يتمنى المرء يا روح قلبي معلى تجري الرياح بالشعر. هاي جاوبتك. هلا مكملين، خلصنا من الصندوق الأسود. صعب؟ أبدا بالعكس. أبدا أبدا. هلا بدنا نرجع لجو الفرح والمرح، نرجع لنادين باروكي. نعم. مع العود. وشو حابة تسمعينا؟ تعلق قلبي طيفاً عربية، تعلق قلبي طيفاً عربية، تنعم بالدباج والحلي والحلال،
تنعم بالديباج والحلي والحلل والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل والحلل لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى عاشق قد هام بالله واحتمل إلى هائم قد قام بالله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصم لله يوما ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها ولكل ناحية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف رومية الكفل عراقية الأطراف رومية الكفل تهامية الأبدان عبسية اللمى تهامية الأبدان عبسية اللمى إنما خذاعية الأبدان درية القبل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي طيف لتن عربية تعلق قلبي طيف لتن عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل الله الله يا نادين يا ختيان يعني شو هالاختيار الرائع كمان بدنا طمعانين طمعانين طبعا يا طيب انت وهيك طيب جدا الله يطول عمرك يا رب بيضاء لا كدرا يشوب صفاؤها كالياسمين نقاوة وعبيرة بيضاء لا كدرا يشوب صفاؤها كالياسمين نقاوة وعبيرة ألوت علي فضمني من شعرها ألوت علي فضمني من شعرها ليل فضمني من شعرها ليل رأيت البدر في منير وسكرت من خمرين خمر لحاضها وأرضى بثغر قد تألق نورا
وسكرت من خمرين خمر لحاضر وعرضا بفغر قد تألق نورا ما وجهها حين يبدو تحت غرتها إنها كشمس الضحى والليل يخشى إنها كشمس الضحى والليل 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 يخشى أنا ما تصورتش أبدا أنا حبك قوي كده يوم مع إنك طيب جدا طيب جدا طيب جدا بس الهواك ومويدكم أنا ما تصورتش أبدا أنا حبك قوي كده يوم مع إنك طيب جدا طيب جدا طيب جدا بس الهواك ومويدكم حبيتك منكرش وده حصل إزاي معرفش حبيتك منكرش وده حصل إزاي معرفش مع إنك طيب جدا مع إنك طيب جدا مع إنك طيب جدا مع إنك طيب جدا طيب جدا طيب جدا طيب عن حالي قلت لهم عن العالم من غير ما احكي اللي جرالي عرفوا الموضوع بالحال سألوني كتير عن حالي قلت لهم عن العالم من غير ما احكي اللي جرالي عرفوا الموضوع بالحال فعيوني كلام وأمان أهواك لو يوم تهوان فعيوني كلام أهواك لو يوم تهوان قل لي ما يرويني حالي المية ما بيشربش حبيتك منكرش وده حصل زي ما عرفش حبيتك منكرش مع انك طيب جدا مع انك طيب جدا مع انك طيب 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 جدا طيب جدا طيب يا ابو
والشام العنابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابواب ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابواب بتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس بتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس وما بينسى اغلى حبايب قلبك بعد وحسابي لا تقول سافر لا تقول بعد عنا مش معقول بطل قلبي على طول قلبك بعد وحسابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس لا تروح لا تنساني بغيابي منديل يا حنين روحي يا غال يا رفيق الروح السهر بعيني لا تروح لا تنساني بغيابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي تسكر ابواب الناس وقلبي بينسى كل الناس تسكر ابواب الناس وقلبي بينسى كل الناس وما بينسى اغلى احبابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابوابي بتتسكر ابواب الناس قلبي بينسى بتتسكر ابواب الناس وقلبي بينسى كل الناس وما بينسى اغلى احبابي ما بينسى اغلى احبابي وما بينسى بتعرفوا عصفور؟ بتعرفوا استاذ مايس العصفور؟ عصفور تعرفت عليه طبعا في كثير ناس طبعا بيعرفوه بحبوه بالبرنامج وبينطروا لعصفور فاهلا وسهلا اهلا وسهلا طبعا في ناس بحبوه زياد اهلا وسهلا بعصفور وحامل اول مره بصوت عصفور كيسان انا عصفور بلا جميله اهلا غراب بس الورد طلبوا العلا صعد الكراسي بس النور انتبه يا عصفور دخيلك عم بعمل كل مره بده يكسر شيء بده يكون ترى شو طلع لي انا كنت تذكريني يا روحي شكرا يا سيدي اسمع علينا انا شو حط لي كرسي جنبي يعني في شيء صاير هذا مايون نجات بشو بدها تذكرك ست هيام مخبي لها شيء بالعلبه انت عصفور صحيح مخبي لها شيء مخبي لها شيء اشياء حلوه عصفور في شيء تاعك تحكي لا لا بتفتح العلبه هيام هذه سيارة برمائية يلا تشوف برمائية شاركي فيها بالماراثون حلو اوكي ما في شيء لزياد انا كرسي الاسود لإلي على انه بنعرف انه هو ما بحبك وما بتطيقك بس يعني فيك انت هيك تقرب شكرا ست ايام حياتي مزواج شيء محبس محبس نعم اذا منين نعم حدا قال لك هو قال لك اب ذكريني عصفور ضحكي بالحقيقه ست رابعة ذكرتيني بالمحبس كمان ذكرني كان في يعني مستشفى يعني كان عنده برنامج كثير حلو لشفاء المرضى بالاغنيه الحلوه بالاجواء المرحه فكنت دائما يعني بين وقت واخر وقت اللي تلبوني انا حاضره كنت يعني فمره مره مريض من هالمرضى يعني كان دائما على وقتي انا يطلع يرقص ويعمل جو مبسوط قد الدنيا مقدم البرنامج ساله قال له ليش ما بشوفك تطلع بتغني وبتزهزي وبترقص الا مع مادموزيل هيام كنت عازبه قال له إيه ما انك عارف اني انا بحبها قال له يعني هل اكيد يعني لحظه انك بتحبها
قال له مش بس بحبها وبدي اتزوجها كمان. كمان قال له كمان بدك تتزوجها. طيب وليش بعد ما تزوجتها؟ قال له انا نسيت وهي ما ذكرتني. حلو. جوليانو شو خبريه شعتك ميو؟ انا بالتسعينات كنت عم بدرس هندسه بكليه الفنون الجميله بالجامعه اللبنانيه، فالشباب بيعرفوني انه انا من منطقه جبال وعندنا البحر حلو كثير. وقفنا بعمشيت على الشط، يعني على اخر عمشيت، ونزلنا على البحر. انا اخذت اغراضي معي، اخذت الساك اللي اخذ فيه اغراضي اخذته ونزلته معي. هن الشباب كلهم شلحوا كل اغراضهم ومثل العاده، يعني هذا بصندوق السياره، هذا بجوا بالسياره، وسكرنا السياره ونزلنا. هلا وقت الفله رجعين طلعنا لفوق لقينا السياره مخلوعه وما فيها شيء. هلا بلشوا يتهموني لإلي انه انا عامل فيهم هي القصه. في واحد صاحبنا كثير مهضوم يعمل له لك انا شو بدي اقول لامي راجع بالميوع على البيت. فبقى تنذكر وما تنعاد او تنعاد. تنذكر وما تنعاد. مايز. نعم. كرسي. كرسي، في كراسي كثير على فكره بحياتي انا. شو مره هيك واقع. نعم نعم. صراحه كان عندي حفله بسمرلاند. كانت الحفله بالصيف. وجمهور كبير وواسع، فقد ما المسرح كان ضيق طلعوا اصروا يرقصوا وين عندي؟ على المسرح. على البيست. بطلت مبين. الصبايا؟ الصبايا والشباب. بطلت مبين. بقى كان معي وقتها الاستاذ محي الدين الغالي عازف القانون وفرقه كبيره. ف قال لي محي الدين ما معقول تضلك مش مبين، طيب لازم تعمل لك حله. طيب شو الحله؟ جيبوا لنا كرسي، جيبوا لنا كرسي. مش مثل هيدا الكرسي القديم اللي بينطبق هيك. ثاقبت، انا طلعت على الكرسي كان اجي من ورا كبست على كل شيء ورا تطلع هلا الثاني. ايوه سكرت، حسيت بده يسكر الكرسي بلحظه. صرت عم اطلع وراي وين بدي اقلب يا رب. على مين بدي اقلب؟ على مين؟ والقانون وراي والقانون مفاتيح. ايه طبعا. قلبت باللحظه اللي قلبت فيها انقطعت الكهرباء. حلو حلو. ما حدا شاف. بس على شو قلبت وعمين؟ قلبت على محي الدين على القانون وعلى الشباب. بس الحمد لله انه الناس ما شاف ولا من دري. مظبوط. نادين استاذ محي الدين حس نادين عاين الاضرار مشاغب. نادين مرة كنت عم بتمشى عنا بالضيعة بوادي شحرور، كان وقتها طقس ربيع. هيك مبسوطة شوي بتطلع وراي بلاقي صديقه لجوزي. أهلا كيفك؟ مشينا شوي سوا. بيطلع رابطه معه كلب كبير، مش منتبهت له، كلب يعني من هود الدبر من الكبار. ماشي هيك ما بلاقي هالكلب إلا بلش يركض وراي لابسة موطو أحمر. صرت أنا أركض وهالكلب يركض وراي. آخر شي شلحت الموطو بالأرض، يعني لو ما صاحبه إجا لبده تركت الموتو وركضت. اركض بعد ما رح اشلح. هيدا كلب مش تور نادين. بس اذا بخبري كيف يعني كان راكد بنقول انه تور. الحمد لله. بس هي لو صار وشلحت ثيابها مثل ما قال كانوا ركضوا اهل الضيعه كلهم. حلوه منك ليليان. ليليان شو القصه؟ شو قصه السياره البرمائيه؟ يعني كتير ذكرتني بالخبرية اللي بتضحكني كتير، بس السيارة على أكبر. كان عندنا سيارة كبيرة وأنا مش طايقتها، ضلني أقول له لجوزي خلص لازم تبيعها. إيه بنبقى منبيعها. فمرة واقفة أنا عند أهلي على البلكون أول طابق، قاطع زلمة عم بيطلع هيك عليها. قلت له نعم، قلت أنا خفت. قال لي هيدي السيارة للبيع؟ قلت له إيه. قال بقدر شوفها؟ قلت له إيه. اوكي لقيتي فرصة انت. يقول لي منيح. اقول له ممتازة، شو ما هيك روعة وهيك. هلا هو الشخص ارمني، يعني تحياتي لكل الارمن، بس انا طلعت منه مهضومة. قال لي فيك تفتح الصندوق، تري عم بتروح مي ومعبى الصندوق مي. اوكي. وجوزي حاطط عدة الصيد قفص وكل عدة الصيد وسلة وهيك. قال انا فتحت الصندوق كله مي. طلع قلت له هو اللي غراض جوزي بيروح على الصيد. قال لي انت جوزه ما بيروح على بحر بيصيد، هون بيصيد. حلوة حلوة. تحية لكل الأرمن أكيد. ليليان نعسة بشكرك كثير على حضورك معنا الليلة. نادين بدنا هيك نشكرك لإلك. جوليانو بشكرك كثير. ست هيام
يعني شو بدنا نقول لك انت عيوني سترابع الجمال من جوا ومن برا وهالفرح وهالحب هيك اللي بتنثري كيف ما برمتي وكيف ما انوجدتي وين ما انوجدتي حقيقه نحن بنكبر فيكي البرنامج بيكبر فيكي واليوم تكرمنا بوجودك وبوجود استاذ مايز البياع حقيقه وبشكرك كثير موفقه ناطرين اي شيء جديد بدك تعمليه نحن متابعينه مايز البياع ناطرينك مبروك اعزك وناطرين مزيد من النجاح ان شاء الله. بترك لك الختام لك اكيد الختام اكيد انا بدوري بتشكرك ست رابعه على البرنامج اللي بتشرف فيكم وبكبر فيكم الله يخلينا اياك يا رب كل الكلام اتنسى أول ما شفت عيني ونسيت معاك الأسف وأحلى وعمري بيك يا حبيبي أنت مين زيك أنت لحد قبلك ولا بعدك انت يا حبيبي انت مين زيك انت لحد قبلك ولا بعدك انت 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 غيرك مليش احباب أنا بنسى نفسي معاك بنسى الحياة والناس أوهب حياتي فداك وعيوني لك حرة بنسى نفسي معاك بنسى الحياة والناس حياتي فداك وعيوني لك حرة حراسة على قلبك صحين على حبك حراسة على قلبك صحين على حبك والعين بتسهر تسهر لك يا حبيبي انت مين زيك انت لا حد يقالك ولا بعدك انت يا حبيبي انت مين زيك انت لا حد يقابلك ولا بعدك انت 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 غيرك مليش احباب انت حياتي انت روحي وعمري انت انت كتير وحشني انت ديني انت انت حياتي انت روحي وعمري انت انت حياتي انت روحي وعمري انت كتير وحشني انت ديني انت خد عيني وتعالي ريح قلبي وبالي حقلبي وبالي غرامك لي خيالي وعيونك لي سكتة خد عيني وتعالي ريح قلبي وبالي خد عيني وتعالي
ماشية بتتدلع وانا قلبي يا روحي بالحلو تولع ست الستات ماشية بتتدلع وانا قلبي يا روحي بالحلو تولع ست الحلوين ماشية بتتدلع وانا قلبي يا روحي بالحلو تولع ست البنات ماشية بتتدلع وانا قلبي يا روحي بالحلو تولع عيوني شفتها او محبتها تتدلع تتدلع ست البنات عيوني شفتها او محبتها ماشية بتتدلع تتدلع ست البنات عيوني شفتها او محبتها ماشية بتتدلع تتدلع ست البنات ماشية بتتدلع تتدلع ست الستات